بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 75 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيك. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المملكة الأردنية الهاشمية عمان، وباعثها المستمع عبد الله عبد العال عويس، يسأل ويقول: هل يجوز أن أسلم على امرأة من الأقارب ابنة خال أو ابنة عم وتكبرني 20 عاما، مع العلم أنها متزوجة وكانت تعطف علي وأنا صغير بمكانة الأم، لأن أمي توفيت وأبي وأنا في 3 من عمري، أفيدوني جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: لا مانع من السلام على ابنة عمك أو ابنة خالك أو أي قريبة من قريباتك أو أي مسلمة ولو لم تكن قريبة. السلام المجرد باللفظ فقط بدون مصافحة، السلام بدون مصافحة على المرأة لا بأس به، إذا لم يخشى منه فتنة بأن كان مجرد سلام، ولا سيما إذا كانت هذه المرأة من أقاربك أو كانت لها فضل عليك كما ذكرت من حسن تربيتها لك وتعاهدها لمصالحك وأنت صغير، فمن البر بها والإحسان إليها صلتها بالسلام وبغيره، لأن هذا فيه مصلحة وليس فيه مضرة، وهو رد للجميل. فلا بأس أن تسلم عليها بدون مصافحة وأن تسأل عن حالها وأن تدعو لها. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من المستمع محمد أحمد مصطفى من عزبة شلبي في جمهورية مصر العربية محافظة المنيا رسالة، وضمنها قضية يقول فيها: إنني مر علي ظروف لم أكن أؤدي فيها صلاة الجمعة لسبب، وهو بعدي عن المسجد ولم أجد الوسيلة التي تنقلني إلى المسجد، ومر على هذا الوضع مدة 3 شهور، فهل يطبق علي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من ترك 3 جمع طبع الله على قلبه، وهل هذا الحديث صحيح؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. نعم، الحديث المذكور صحيح في الوعيد على من ترك صلاة الجمعة أو ترك 3 جمع، ولكن هذا في حق من تهاون بها، أما من تركها لعذر شرعي فإنه لا يتناوله الحديث. وما ذكره السائل من أنه بعيد عن المسجد وليس له وسيلة نقل، فإذا كان هذا هو الواقع وكان لا يسمع النداء فإنه لا يلزمه حضور صلاة الجمعة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فعلق السعي لصلاة الجمعة بسماع النداء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع النداء فلا ولم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. فإذا كنت بعيدا عن المسجد الجامع بحيث لا تسمع المنادي إذا نادى للصلاة فلك العذر في ذلك، وإن تحملت المشقة وحضرت فهو أعظم أجرا لك عند الله سبحانه وتعالى. إنما الكلام في اللزوم والوجوب وعدم الوجوب. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذه رسالة بعث بها مستمع يقول: ميم عين ميم. له أكثر من قضية، في إحداها يقول: أنا طالب في المرحلة الثانوية ونظري ضعيف جدا، وقد ظهر علاج جديد بأشعة الليزر يعيد النظر صحيحا كما كان، وأنا الآن في حيرة من أمري، هل أصبر وأحتسب الأجر عند الله أم أعالج عيني
وهل إذا عالجتها سينقص من أجري شيئا؟ جزاكم الله خيرا. لا بأس بالعلاج المباح بالليزر وفي غيره ما دام ثبت طبيا أنه يفيد فلا بأس بالعلاج. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تداووا ولا تداووا بحرام، ويقول صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. التداوي مباح، وإذا تركته فلا حرج عليك، وإذا تعالجت وشفاك الله فهذا مما أباحه الله لك، والأمر في هذا واسع والحمد لله. ولكن كونك تتعالج ويعود إليك البصر هذا أحسن، من أجل أن تستفيد من البصر في قراءة القرآن وفي غيره، وفيه مصالح عظيمة، تبصر به الطريق إلى المسجد وغير ذلك من المصالح. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هل يكون حمد الله والثناء عليه والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أردت الدعاء في كل سجدة أم يكتفى بأول وآخر سجدة؟ يجوز هذا في كل سجدة، ويجوز أن تختصر عليه في سجدة واحدة، ويجوز أن تتركه وتختصر على الدعاء. الأمر في هذا واسع والحمد لله، وإن كان الأفضل نعم والأكمل أن تبدأ الدعاء بالحمد ثناء على الله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا أرجى لقبول الدعاء. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله شيطان، فهل نقرأها دفعة واحدة أم على مراحل؟ على حسب الاستطاعة والإمكان، فإن قرأتها دفعة واحدة هو أفضل وأحسن، وإن جزأتها على فترات فلا بأس بذلك، فالأمر في هذا واسع والحديث عام. طيب. يشمل من قرأها دفعة واحدة ويشمل من قرأها مجزأة حتى استكملها في البيت. نعم. جزاكم الله خيرا. إذا اهتدى الإنسان فما هي الكتب التي تنصحونه بقراءتها؟ الكتب كثيرة ولله الحمد وميسورة، وأعظمها كتاب الله سبحانه وتعالى، تلاوة وتدبرا وتفهما لمعانيه وعملا بما فيه، هذا هو أعظم كتاب وأنفع كتاب على وجه الأرض، بل لا يعادله أي كتاب. ثم كتب السنة الصحيحة مثل صحيح البخاري، صحيح مسلم، السنن الأربع، مسند الإمام أحمد، والمجاميع المفيدة مثل ترغيب والترهيب الحافظ المنذري، ومثل رياض الصالحين، ومثل الأربعون النووية وشرحها جامع العلوم والحكم، ثم الأحاديث، كتب الأحاديث المبوبة على أحكام الفقه مثل رياض، مثل بلوغ المرام من أدلة الأحكام، مثل المنتقى شرح للأوطار، كذلك سبل السلام شرح بلوغ المرام، مثل عمدة الأحكام للحافظ محمد بن سرور المقدسي وشرحها إحكام الإحكام لابن دقيق العيد، وغير ذلك من الكتب. هذا في أمور في علوم القرآن والسنة. طيب. كذلك في علوم العقيدة. نعم. مثل كتب شيخ الإسلام بن تيمية، كتب شيخ الإسلام الإمام بن القيم، كتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، الطحاوية وشرحها، الطحاوية للإمام الطحاوي الحنفي. نعم. شرحها لابن أبي العز الحنفي، كل هذه كتب طيبة ومفيدة في علم العقيدة. وفي كتب الفقه وهي كثيرة ولله الحمد، كتب المذاهب الأربعة. نعم. نعم. كلها مختصرة ومطولة ومتوسطة، كلها مفيدة. نعم. جزاكم الله خيرا. هل تذكرون فضيلة الشيخ شيئا منها لعله يهتدي إليه؟ مثلا في فقه الحنابلة. نعم. متن الزاد، زاد المستقنع وشرحه الروض المربع. طيب. وفي فقه الشافعية مثلا المهذب. نعم. المهذب للشيرازي وشرحه. طيب. المجموع للنووي وتكملة المجموع، إنه كتاب حافل ومفيد. طيب. كذلك في الفقه المالكي للكافي لابن عبد البر. طيب. وكذلك في الفقه الحنفي مثل كتاب المبسوط وبدائع الصنايع. طيب. الكاساني. نعم. تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي، كل هذه كتب مفيدة، ولكن الكتب وحدها لا تكفي. طيب. لا بد من الجلوس على العلماء وقراءة هذه الكتب على أهل العلم لتلقي شرحها و تفصيلها وبيانها منهم، يكون عند الإنسان قواعد وأصول يسير عليها في تعلمه وتحصيله. لأن المثل يقول من ضيع الأصول حرم الوصول، فلا بد من أخذ العلم على خطوات شيئا فشيئا. طيب.
ولا بد أن يؤخذ عن أهل العلم، سواء كان هذا التلقي في حلقات الذكر في المساجد أو كان في دور العلم من المعاهد العلمية وكلية الشريعة وكلية أصول الدين. فتعلم العلم هذا أمر من أشرف، العلوم، وأولى ما يصرف فيه الهمة والوقت. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، هل تتفضلون بذكر شيء من كتب الأصول؟ كتب الأصول كثيرة. طيب. وعلى الطالب إذا اختار معلما من المعلمين الأكفياء، فالمعلم هو الذي يختار له ما يراه مناسبا. مثلا في الأصول، أصول الفقه، مثلا الورقات وشرحها للمبتدئ، روضة الناظر وجملة المناظر للإمام موفق الدين بن قدامة، وغير ذلك من الكتب الأصولية المختصرة والمطولة. طيب. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، تفضلتم وقلتم إنه لا بد من الجلوس عند العلماء إذا ما أراد الإنسان أن يطلب العلم طلبا صحيحا. إلى أي مرحلة يستمر الإنسان في طلب العلم على أيدي العلماء ثم يوكل لجهده واستنباط العلم من بطون الكتب؟ ما حد للمراحل التي ينتهي عندها طالب العلم، ما دام يجد من يفيده من أهل العلم وأمكن أن يستمر فإنه يستمر، لأن العلم ليس له حد. طيب. والعلماء يتفاوتون فوق كل ذي علم عليم، فمهما أمكن الإنسان أنه يستفيد من العلماء فإنه ينتهز الفرصة. وإذا صار عنده حصيلة وقواعد وأصول يستطيع بها أن يستمر في الطريق والتحصيل، فلا بأس بذلك. طيب. أن يستقل بنفسه. طيب. ولكن كونه يواصل الطلب على أهل العلم والاستفادة فهذا أحسن، ولا حد ينتهي إليه طلب العلم. طيب. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المرحلة التي تؤهل طالب العلم لاستنباط العلم من بطون الكتب في المراحل الدراسية الجامعية مثلا أو ما فوقها شيخ صالح؟ هذا يختلف باختلاف مدارك الناس. طيب. وهذا على نوعين، النوع الأول الطالب المبتدئ الذي حفظ المختصرات وأصول العلوم وتلقى شرحها على أيدي أهل العلم، هذا بإمكانه أن يستمر في المطالعة والتزود من العلم في حدود ما كتبه العلماء ودونوه. طيب. وبإمكانه أيضا أن يرجح بعض الأقوال على بعض بالدليل. طيب. ويبحث عن القول الراجح دائما وأبدا. وأما من بلغ من العلم مرتبة تؤهله للاستنباط فهذا يسمى بالمجتهد. ما شاء الله. وهذا يكون عزيزا أو مفقودا في هذا الوقت. اللهم استعان. حيث يستطيع الإنسان أن يستقل باستنباط الأحكام من الكتاب والسنة، وهذا وضع له العلماء شروطا. طيب. لا بد أن تتوفر. طيب. لا بد أن يكون عالما بالفقه وأصوله، وعالما بالحديث وأصوله. نعم. وعالما بكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وما فيهما من المطلق والمقيد والخاص والعام والمجمل والمبين والناسخ والمنسوخ والنص والظاهر غير ذلك من علوم الكتاب والسنة. ولا بد أيضا أن يكون ملما باللغة العربية التي نزل بها القرآن، إلماما يمكنه من معرفة المعاني وأسرار اللغة وفقه الكتاب والسنة. وهذه شروط قل أن تتوفر في هذا الزمان الذي قصرت فيه الهمم، ولكن حسب طالب العلم أن يقتفي آثار العلماء وأن يواصل الطلب والاستفادة حتى يصل إلى درجة يميز فيها بين الراجح والمرجوح من أقوال أهل العلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ننتقل إلى قضايا أخرى عبر رسالة بعثت بها إحدى الأخوات المستمعات، تقول المرسلة عين شين من منطقة جيزان. أختنا تقول بعض الآباء يغصب ابنته على الزواج من أبناء عمها علما بأنهم لا يصلون، هل إذا رفضت الفتاة الزواج هل تعتبر عاقة لأبيها علما بأن الأب مصمم على ذلك الزواج؟
ولي المرأة مكلف بأن يرعى مصالحها طيب وأن يختار لها الكفء الصالح في دينه وفي خلقه. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. النبي صلى الله عليه وسلم علق التزويج، خاطب الأولياء وعلق التزويج بالأمانة والخلق، يكون علق التزويج بالدين والخلق. طيب. أن يكون صالحا في دينه، مستقيما على طاعة الله سبحانه وتعالى، متجنبا لما حرم الله عز وجل، وفي أخلاقه بأن يكون ذا سيرة حسنة وسمت طيب ومعاملة طيبة ومعاشرة طيبة مع زوجته، سواء كان من أبناء عمها أو من غيرهم. طيب. أما حجرها على أبناء عمها فهذا محرم ولا يجوز. طيب. وظلم لها، هذا ظلم لها وعظل لها، بل الخيار لها هي. النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخيار لها هي، فلا تزوج بمن لا ترضاه. أمر صلى الله عليه وسلم بمشاورة المرأة في تزويجها، ولا ترغم وتجبر على من لا ترضاه، كذلك لا ترغم على أبناء عمها إذا كانت لا ترغب فيه، لأن هذا ظلم لها وسلب لاختيارها. أما إذا زوجها بغير مستقيم في دينه فهذا حرام، وإذا كان هذا تقصير في أمور الدين يتوصل إلى الخروج من الإسلام كترك الصلاة فإنه لا يجوز أن يزوج، لأن من ترك الصلاة متعمدا فهو كافر، ولا يجوز أن تزوج المسلمة من كافر، لا ابن عمها ولا غيره. قال تعالى: ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا. قال سبحانه وتعالى: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هم حل لهم ولا هم يحلون لهم. وتارك الصلاة متعمدا كافر، لا يجوز أن يزوج من بنات المسلمين سواء كان ابن عم من المرأة أو من الأجانب. جزاكم الله خيرا. إذا رفضت مثل هذا الزوج فليست عاقة لأبيها؟ إذا رفضت الزواج لمن لا ترغب فيه فهذا من حقها. طيب. وليس هذا عقوقا لأبيها. طيب. طيب. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، ولكم تحية من زميلي فهد العثمان مهندس الإذاعة الخارجية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.